يقدر المستهلك ازاي يكون بشكوى او يبلغ عن حاجه ليها علاقه برضو بالمستلزمات الطبيه، خاصه هي دي الحاجه اللي بقت شاغله الراي العام دلوقتي؟ احنا هنقول الطرق بصفه عامه سواء مستلزمات طبيه او خلافه. احنا جهاز حمايه المستهلك، ولان المستهلك المصري من طبعه ان هو ما بيشتكيش كتير او مش بيحب الشكوى او لسه مش من الثقافه بتاعته للشكوى، فبنقول احنا سهلنا الطرق. ويمكن اول طريقه واسهل طريقه وهو قاعد كده بيمسك التليفون الارضي بتاعه 19588، ده رقم الهوت لاين بتاعنا او الخط الساخن بتاع جهاز حمايه المستهلك 19588. بنيجي بعد كده في الموقع الالكتروني بتاع الجهاز يقدر يقدم فيه الشكوى، وعن طريق الشكوى حتى الموقع ده يقدر يتابع الشكوى حصل فيها ايه، ويمكن ده جديد على اي موقع الكتروني حكومي. بنقول برضو يقدر على الموبايل ابلكيشن في جهاز حمايه المستهلك المصري، وده موجود على ابل ستور او جوجل بلاي، وموجود في يقدر يقدم شكوته ويتابعها برضو، او عن طريق الواتساب اللي هو 0128 166 188 0، ده رقم الواتساب واسهل حاجه يقدموا الشكوى عن طريقه.